قولي لي بقى قصتك حاجة عن لا الموضوع. إله إلا الله محمد رسول الله. ليلى هو محمد، آه. جوز محمد، دي ابنها المهندس محمد رفاعي، عبد محمد المقصود. عبد عبد المقصود المقصود. كان خريج هندسة القاهرة، وحصل ظروف عاد الله يسهل لهم، ما نقدرش نقول الله يسهل لهم، وما نعرفش لغاية دلوقتي بقاله كم الله، سنة عامل حاجة يا محمد عبد العزيز؟ بقاله بتاع حوالي أكتر من 32 سنة أو 35 سنة 32 سنة غايب عن البلد، مش كده؟ غايب عن البلد، ما غايب عن نعرفش البلد. عنه حاجة تمام. نهائي، لا نعرفه حي ولا ميت. محمد المهندس رفاعي. محمد رفاعي محمد عبد المقصود تمام. من قرية محافظة الوادي الجديد، قرية المعصرة. والنهاية حصل ظروف الله أعلم الواد راح فين، لغاية دلوقتي ما نعرفش عنه أي حاجة. فإحنا بنشير بصوتنا لعل وعسى يكون قاعد حي، وتوصل لها الفيديو ده يقدر يجي يشوف أمه ويشوف أخواتها البنات. نفسي أشوفه بأي طريقة، طيب اتفضلي يا حاج، نفسك تقولي له ايه؟ نفسك تقولي له ايه؟ أشوفه غايب عني من باب إيه، نفسك تشوفيه؟ ونفسي أشوفه أقعد أحطه وأتكلم أنا وياه زي ما كنا نتكلم، وزي ما ويجي يشوف حاجتنا ويشوف دنياتي أني. طب معاكي صورة ليه يا حاج من زمان، يعني قديمة، هي قديمة شوية طبعا، 30 سنة مش قليلين. ها معاكي صورة ليه ولا معي مع أخوان مع هالصور، اخوين؟ طيب تمام. مع أخوان نفسي عاوز يجي، تمام. طب هو فين؟ قول ارجع ما يا محمد، اعرفش كنت يا حي يا محمد، محمد. ارجع شوف امك حرم وخالك. عليك، حرم عليك يا محمد، طالعني وحدي ماليش حد، ربيتك لما لا اله الا الله محمد رسول الله. اخر لقاء كان معاه حاج، كان ايه، كان امتى تفتكري؟ يعني اخر مره شفتيه فيها مثلا وقال لك انا مسافر مثلا يومي، كان قاعد عندي هنا وقال داني مسافر، سجدنا ورحنا، شفت شي تاني؟ طب هو قال لك ده انا رايح مش هرجع، ولا قال لك مسافر طب لا خلاص ما مسافر قال يعني؟ شي، لا ارجع ولا ما ارجع. قال لك انا مسافر وخلاص بقى، بس بس هيروح ويرجع غير تاني. سجدناه ورحنا، شفت شي تاني؟ ما تعرفوش متجوز نفس ولا متجوز؟ قال لي، قال لي قال لك ده قال لي متجوز. داني متجوز ومخلف معاي ولد، جوزها منين؟ قال داني جوزها من القصر، وابوها في قائد، ولا يقول لي مش عارف ايش في مصر الكبير، تمام. واتجوزتها وخلفت. وده طب يا امي هاتها وتعال، قال لما تروق الدنيا اجيبها واجي وسافر مع جوز. واخبارها انقطعت خالص، اخبارها انقطعت عن البلد خالص، مرة ولا مرة مرة تليفون مرة ولا محمول ولا ولا أي ولا حاجة، ما كلمكيش لا تليفون ولا اي حاجه لا لا خالص لا، بعد كان يتكلم وكان يبعت لي على البوست وكله، وده ما فيش، ما عرفش الأرض أرض فين، نفسي حد يدلني عليا بس. طب ممكن تكوني زعلتي في حاجة؟ طيب لا يا ريت يا ريت كنت ارتحتي يعني، انا يا سنيت كنت عارف ان انت ريت زعلتي. يا ريت يا ريت يا ريت، ده كان الكل هو، وكانت البلد عاملها الاحترام في كل حتة، ما نعرف شيء ابني طب عدا. هو دلوقتي كان طب هو كان مهندس، كان شغال في الحكومة ولا هو مهندس مدني؟ مش كده، مهندس مدني مهندس يعني مدني. تبع الحكومة، ولا كان لسه متعينش؟ لا متعينش، مش لا لا ما كنتش متعين، كانش متعين. لما كان في مصر كده ما كنتش تعرف ليه يعني. طب احكي لنا عنه. طب كان يعني كان بيعاملك كويس؟ كان بي كان يا احكي لنا ابوك عنه شوية. طيب يا عم انك احكي لنا مواقف، اي موقف كان حصل كان معاه، قطيب من نسمة الريح. لا اله الا الله محمد رسول الله. احكي لنا موقف ده كده. كان لما كان يجي في البلد يا ابو، يعني كان متدين كانت متدين الجماعة ومتدين بتوع وعارف. العيلة الكبار دول كانوا لما يجوا يقولوا ده محمد رفع اللي راح يصلي في الله عند بيت عود، كانوا كل الناس العيلة الكبار الناس الكبيرة كانت تجي عشان تصلي ورا محمد رفع، مش تحب تصلي ورا مين؟ عشان كانت تحب تصلي ورا مين،
نعرفش يا امي حصل لي هاي ولا ربنا يا رب. من الله ولا من مخلوق ولا ما اضمنش عاد اني ما ربنا يدلني يا ام. امين ان شاء الله. ربنا يدلني يا رب. امين يا رب. ربنا يدلني ويدل كل غلبان وكل مسكين يا رب. اسمع يا محمد رفاعي، اسمع من امك يا محمد رفاعي يا رب يا رب، تكون لي المفترقة يا رب، تكون لي مفترقة علي قبل ما اموت عشان اشوفها قبل ما اموت. نفسك تشوفيها حد. نفسك. لا اله الا الله محمد. ما بيجيلكش في المنام كده ما بتحلميش؟ قال لي يا ابوي الليل اللي صبح فيها البارح والنهار دي حلمت بيه؟ حلمت بيه. طب ما تحكي لنا، طيب ايه اللي كان، ايه الحلم كان يا ابني النهارده؟ كان قاعد معه ولد وقال وانا غير لقيته، وانا يا ابوي صرخت عاد وصحيت وكتر خير يا ابني، كتر خير. ما حلمش 30 سنه كثير برضه الحمد لله ابوي، كتير كتير. طب ما فيش حد يعني قابله في الفترة دي؟ الا كان يقابله هو يعني، هو ممكن يكون يعني في الغالب يكون في مصر يعني القاهرة نفسها. مو كل شن كان يشوفه، كان يشوفه في مصر. طب ما حدش كلمه؟ انت ما بتجيش ليه؟ ما كان يسيبهم ويمشي، يسيبهم ويمشي. هم يقولوا له ويسيبهم ويمشي. طب ما حدش قال له امك عايزاك يعني نفسها تشوفك؟ يا ما نسألت له يا امي، يا ما نسألت له، يا ما نسألك له يا أمي. إن شاء الله هيشوف الفيديو ده بإذن الله، يعني إن شاء الله بإذن الله يا رب. نفسنا يعني يا أزم محمد يا رب تكون عبرتك علي اللي نفسنا يجي، نفسنا يجي يشوف أمه قبل الموت علينا حق. الله ما نضمنش الموت علينا حق، نفسنا يجي يشوف أمه، ربنا يا رب يديها الصحة، ويشوف أخواته، ويشوف أخواته. عنده أختين في مصر، أم ماهر وأم سيد في مصر، وأم عادل هنا، وبقى عندهم عيال واتجوزوا ما يعرفش عنهم حاجة. عند أخواته عندهم عيال اتجوزوا وخلفوا وما يعرفش عنهم حاجة. يجي يشوف أهله، يجي يشوف أهله، يشوف خيلانه، يشوف عيال خالاته، مشتاق له بأي طريقة. نفسنا نشوفه والله، لو نعلم حد يقول لنا ده في المريخ وموجود نركبه ونروح نجيبه من المريخ. ان شاء الله ما بتتلع. ان شاء الله توصلوا، ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله. ماشي يا حاج، ويبقى لك الشكر ان شاء الله يا حاج باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله يا رب، يبقى لك الشكر ان شاء الله باذن الله يا رب. يا رب حد يدلني يا رب ان شاء الله باذن الله. قولي يا رب، قولي قولي يا رب. عمر ما ينضم ابدا. عندك حاج. كم سنة أنت دلوقتي يا حاج؟ مين؟ أنت عندك كم سنة دلوقتي؟ داخل أنا عندي 100 وكتر. لا ما فيش يا حاج. ربنا يديك الصحة يا حاج. الله يسلمك. كلم يا حاج 85. ربنا يديك الصحة يا رب. ربنا يديك الصحة. ربنا يديك الصحة. خلاص ماشي حاج. إحنا رسالتك دلوقتي هتكون وصلت. ويوم أشوفه ويدلني على ربني أكملني توني لسه عايل صغنون. صح صح. ولا أنا غلطان يا جماعة؟ صح. ها ان شاء الله ربنا يدلك عليك. يدلك يا رب ان شاء الله، يا رب يخليك ان شاء الله. ان انت شفتيه ان شاء الله باذن الله يا رب. يا رب يا رب يا رب. الليل دي يجي لي من يوم الليل دي بعد ان شاء الله باذن الله. باذن الله يا رب شوفيه في الحياه ان شاء الله باذن الله يا رب العالمين.